الوضع الحالي في البحرين إما أن يسلك أهل السلطة طريق الحل العادل، إما أن يسلك أهل السلطة به طريق الحل العادل، والحل العادل لا غيره هو الحل وهو المطلوب، ولا حل فيه عدل بلا تنازل من السلطة عما هي عليه لحد الآن من فرض السيطرة المطلقة والاحتفاظ بكل الامتيازات وحرمان الشعب في كل الأبعاد. وإما أن تبقى السلطة على إصرارها على بقاء الشعب في موقع التهميش والإقصاء والحرمان وتصاعد من الموقف المتشدد والقبضة الحديدية لإخماد الحراك الشعبي، وبذلك تضاعف من خسائر الشعب والقتل والسجن والمفردات الأخرى من العنف. زيادة القتل، زيادة عدد السجناء، سياسة البطش تغذي الصراع وتوسعه وتعمقه وتبعد احتمال اللقاء على حل ويزيد في عمر الأزمة. الحلول القائمة على السياسة الأمنية تعطي ردات فعل متوالية ومن الطرفين قد تبعد نهايتها، والمشكل أن البعض لا يفكر إلا بعقلية أمنية ولا يتحدث إلا باللغة الأمنية، والاختيار عنده إلا الأسلوب الأمني والقبضة الأمنية والقبضة الحديدية حتى يكون تفكيره محكوما للهاجس الأمني وواقعا في الهوس الأمني، رغم ما يشهده من آثار سيئة شديدة السوء والخطورة لممارسة الأسلوب الأمني والإصرار عليه. وقد برهن الكثير من المحطات بالغة الصعوبة من تاريخ الحراك على هذه الاستحالة وهذا البعد، إن الشعوب العربية التي انطلقت مدافعة عن حقوقها مستنقدة وضع أوطانها من الانهيار على يد الأنظمة الجائرة، لم يقتنع أحد منها بأن يتحقق له القليل فضلاً عن أن ترجع عن حراكها وثورتها خائبة بلا شيء إلا التضحيات والمشقة والنصب. وحتى الشعوب التي تحقق لها الكثير لم تتوقف حركتها في اتجاه استكمال حقها واسترداد تمام حريتها وكرامتها وحماية ما تحقق لها من مكاسبها من السرقة والاختلاس والمصادرة ثانية والالتفاف، فلا يدرى مع هذا كيف يطمع الطامعون أن يكون شعب البحرين استثناء بين بقية شعوب الأمة وحراكه شادا من بين حراكاتها، ويقبل أن يرجع من هذا الحراك المليء بتضحياته بخفي حنين ويعود مظلوما مقهورا مسلوب الحق والإرادة فاقدا للحرية مهدور الكرامة. القضية قضية إصلاح، غيابه يقضي على ما تبقى من فرص الخير لهذا الوطن، وتأخره ليوم واحد فيه تهديد لخروجه من مأزقه، إصلاح لا بد منه ولا غنى عنه على الإطلاق. وهناك منطق مقابل يقول: الاستفتاء يشق الشعب، والانتخابات الحرة العادلة تشق الشعب، والانتخابات وجمعية تأسيسية تنظر في الدستور تشق الشعب، وإلغاء التمييز والمساواة بين المواطنين يشق الشعب، والإصلاح الجاد الحقيقي وكل ما يؤثر على المعادلة الجائرة القائمة يشق الشعب. ولا شيء يضمن وحدة الشعب وخير الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه ويزيد من متانة أخوة أبنائه إلا أن يبقى كل جور في مكانه، وكل فساد على وضعه، وكل أثرة في جانب وحرمان في آخر على ما هو عليه، وإلا أن يتوارى صوت التغيير ويندحر نداء الإصلاح، وعندئذ لا غير تأمن البلاد والعباد، ويعم الخير وتكرم الحياة وتنتشر البركات.
وهذا هو مقتضى العدل والحكمة وما يتوافق مع الميثاق والدستور والمعاهدات الدولية وفهم منظمات حقوق الإنسان والعرف الإنساني الرشيد والوعي السياسي المتقدم السباق. أما القائل غير ذلك فهو ضال مضل، خائن مفسد متآمر، وليس له إلا أشد العذاب.